أكيد بيشرفني استضيف اليوم المؤلفة والسيناريست داليا حداد. كيف بتستوحي القصة أو القضية؟ بصراحة أول شيء أنا مبسوطة كتير أني موجودة معكم اليوم. نحن كمان. بالنسبة للكتابة، الكتابة موهبة مثل أي فن، مثل الرسام اللي عنده موهبة الرسم، والكتابة أنا بعتبرها كمان موهبة من عند ربنا. كتار من القصص اللي عم نشوفها هلأ مقتبسة من قصة قديمة، مقتبسة من قصة، هذا الموضوع قد إيه بيأثر نحن على الدراما اللبنانية برأيك؟ شو اللي بيميز اليوم داليا حداد عن باقي السيناريست أو المؤلفين برأي داليا؟ بينما السيناريست غير كلياً، بدك تحكي لغة العالم. صحيح. يعني إذا أنا متناولة كاركتير فلاح، أنا ما فيي إجي أكتب له جملة فلسفية أنا بعرفها أو أدبية. صحيح. لا، بدي أعتمد أسلوبه، لغته كمان، لغته. فهيدا بعتبر الشيء اللي بيميزني أكتر. يمكن في مسلسلات كتير ما عم تضرب لأنه بتحسيها كلها فلسفة وما نفهم. ما بدي أقول دخلاء، لأنه كل كاتب عنده لمسته وعنده روحه. يعني بالنهاية الكتابة هي خيال. توحي أفكار منه؟ كتير. شو حلو. كتير كتير كتير، يعني متعمقة فيه لدرجة اني تحكي فيه. صرت بحكي فيه. يا ريت بعده موجود. يا ريت بعده موجود. كل اللي قالهم جبران خليل جبران هلا عم بصيروا.